والله جايين على الغاز. نهار البارحة من الليل جينا من الستة من الخمسة بالليل للساعة ثلاثة قاضبين سنة، بس الساعة ثلاثة قالوا ما خلص الغاز، واليوم جينا من القبش وماكوش. والله قطرة غاز بالبيت ما عندنا، الله شاهد. شو السوي؟ شو هذا وضع حالنا التعبان؟ رقم مشكل رقم ثمانية. الناس ما سلت راح انت الشهر. والله العظيم لحد الآن مو آلاف، عشرات العالم مو بس أنا. مزدحام موت أحمر. البارحة جاء الغاز أربع تناكر ب 12 وزع ابو 2 ونص عزل وقال خلص الغاز. يا ابو احنا من الخمسه من الليل مش كلمه من ماكو غير الله. والله جايين على مود الغاز. والله من الصبح جيت، البارحه جينا من الصبح لي ورا الظهر. البارحه جيت؟ ايه، وانا ساكن بالايسر يعني ماكو غاز، يعني الى ورا الظهر البارحه وماكو شيء، واليوم هم من الصبح برا انا بالايسر يعني قلت لك. كل المحطات لا لا احنا يعني على وضع عجل. البارحه بالمامون يعني كانوا يوزعون بس ازدحام حيل، واليوم هم من الصبح واقفين لحد الان ماكو شيء. من الصبح ونسال ابو البنزينخانه يا ابو الغاز يجي ما يجي، يقول والله ما اعرف، اخاف اقول لك ويجي الغاز، واخاف اقول لك روح وما يجي. من هالسوالف هذه الخارج ب 20,000. ما عند الناس امكانيه تشتري؟ منو عنده امكانيه يشتري بهالوقت هذا؟ اكثر الناس عماله، اكثر الناس، وحتى يعني اكثر ازاحت شغل ما عندها. والله عندنا جماعه جايين من اليسار، بطايقهم هنا تقرب منصور صمود، من اليسار جايين على مود الغاز، على مود الحصه 100 لتر. هسه المشكله الغاز على المحطات، فالاكثر العالم تعوف شغلها وترجع على المحطات وتلزم سرع على مود النفط الابيض. اكو ماكو؟ احنا سالنا بالبنزينخانه قال فد ساعه يجي واحتمال للمغرب، فما ينطل امل، لا يقول لك يعني ظل ولا يقول لك روح. بس احنا المفروض يعني يوجه ابو المحطه، اما يقول يابا انتظروا اما روحوا. الحل الافضل ايش؟ الحل الافضل تبقى على الوكيل، وكيل المواد الغذائيه. النفط الابيض على الوكيل. ايش قد ياخذ الوكيل؟ الوكيل 25. نعم. يعني فرقه 10,000؟ فرقه لا لا يعني فرقه 10، فالانسان اللي صاحب العمل يعني ما يقدر يعفى عمله عادي. مضمون يجي نفطه الى هذا والبطايق ما تسقط. فاكثر تضطر هسه عني يجيني يقول لي تبيع البطاقه مالك؟ ابيع البطاقه اذا ماكو نفط. فاروح اشتري جيلكان ب 20,000 والبطاقه تبيع ب 20 ب 40 ب 60,000 وصلت البطاقه. فهذا السبب، اما متعاون ابو المحطه ويا غير جهات فيشترون البطايق، فهي المشكله.